مشاهدي ومتتبعي اخبارنا، مرحبا بكم في هذا النقل المباشر من ملعب لوران بوكو مباشرة من مدينة سان بيدرو. اليوم نتواجد هنا من اجل تغطية فعاليات كأس افريقيا 2023 هنا بالكوت ديفوار. سننقل لكم كل جديد ومستجدات كأس افريقيا هنا. اليوم المنتخب المغربي سيجاري وسيلعب مع المنتخب التنزاني. سنقول لكم اجواء المباراة، اجواء الجماهير، كيف يعني تنقلت الجماهير من المغرب الى الكوت ديفوار مرورا بأبيجون الى سان بيدرو. ابقوا معنا لتتابعوا كل جديد حول كأس افريقيا. السلام عليكم، سميتي حامل البحري من مدينة طرفات. الفكرة باش جاتني ديال الاوتوستوب كنبقى في الحال ما مشيتش لروسيا، وزاد عشاني قطر اللي كانت يعني صعوبات ديال لي فول غاليين، وانا ديجا كنتريبي في المغرب وكنسافر بالاوتوستوب بزاف. قلت علاش لا ناخذ هذا التحدي هذا وغادي نجي للكوت ديفوار، خصوصا كاع دول غرب افريقيا يعني احنا المغرب بلا فيزا، يعني توكلت على الله وشديت الطريق. كانت رحلة زوينة، اكتشفت فيها بزاف ديال الحضارات، بزاف التغذية، الأكل ديالهم المحلي. من دستيش من الدول السينيغال؟ كنت دست من موريتانيا، من بعد موريتانيا السينيغال، دخلت لغامبيا، من بعد غامبيا غينيا كوناكري. شي صعوبات يعني من بين الصعوبات اللي كانت هي باش تتأقلم مع الأكل حيت كيتبدل ولا مع الماء والحرارة ونسبة الرطوبة كتكون مرتفعة بزاف. وأنا شخصيا كان وقع لي مشكل يعني مرت بالملاريا جوج مرات يعني في غينيا كوناكري، هما الصعوبات اللي كانت عندي. أول مرتي كيفاش كانت؟ في الأول كنت مريض كورونا، خديت ملاريا، ملاريا خديت الدواء وليت بخير. ولكن المرة الثانية كنت كنقول غير الرواح يعني غير السخانة، ونشاد الملاريا يعني اكثر من سيمانه، حتى سخفت في المسجد، هزوني المستعجلات صافي وخديت الدواء ديالي في السبيطار. واليوم كيفاش الاجواء يعني ملي دخلت الكوت ديفوار كنحس براسي بحال كنتسارى في الرباط يعني في المدينه ولا في يعقوب المنصور. كل شيء ايفواريين لابسين تي شورتات المغرب، الجاليه فرحانين حيت غيجي عندهم المنتخب الوطني، كل شيء كيرشح المنتخب، وان شاء الله اليوم غيكون الرباح شي 3-0 من هذا التيران هذا ومن هذه البلاد السعيده. ان شاء الله غنديو داك لاكوب دافريك للمغرب وغيبقى في المغرب ان شاء الله. الناس اللي بغاو يجيو لسان بيدرو الناس اللي بغاو يجيو لسان بيدرو، سان بيدرو مدينه صغيره يعني كتقدر تتاقلم دغيا، ما فيهاش لي فوطياج بزاف وفيها البحوره، يعني غادي ندوزو الصيف جوج مرات هذا العام. زوينه بزاف، كنتمناو الخير للمنتخب ديالنا، وحنا انا مغاربه فرحانين بزاف بالنسبه للمغاربه هنا، اللي حنا المغاربه اللي مقيمين في مدينه سان بيدرو، فرحانين بالمغاربه ديالنا وفرحانين بخوتنا اللي جاو عندنا وفرحانين بزاف بزاف. دابا حنا المده دابا ديال شي سنه تقريبا، غدا لشي سنه راجي كان سبقني هو الاول عاد تبعتو انايا. كرتو تستقروا مثلا في سان بيدرو؟ داكشي اللي كاين ان شاء الله. غنصحنا المغاربه فما مشيتي كتلقى المغاربه. شنو الميساج ديالكم انتوا دوزتوا السنه هنا؟ شنو الميساج ديالكم للمغاربه اللي بغاو يجوا سان بيدرو؟ سان بيدرو مدينه زوينه، الكوت ديفوار مدينه غزاله، الامان، كل شيء كاين، الخير موجود، الجو زوين، واخا كاينه شي رطوبه طالعه ولكن ماشي مشكل، حنا المغاربه ما كتغلبنا حتى شي حاجه. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا كيفاش جبت سان بيدرو؟ خويا انا جيت من مدينه الحاج حتى لهنا سان بيدرو بوتوستو. كنت مطرح في موريتانيا بحال لا، جيت موريتانيا السنغال مالي وعاد دخلت الكوت ديفوار. كيفاش هي الاجواء وكيفاش دوزتوا هذا الفواياج ديالكم؟ الحمد لله داز كل شيء مزيانه. بطبيعه الحال ملي كتجي اوتوستوب هنا في لافريك راك عارف لافريك كتلقى صعوبات بزاف، مي الحمد لله من وصلت لهنا سان بيدرو الاجواء ملائمه. الحمد لله جينا هنا بكري باش ندخلوا نشجعوا المنتخب ان شاء الله. توقع ديالكم من تجي المباراه اليوم؟ 3-0 ان شاء الله. شكرا لكم. بعدا مرحبا بكم في سان بيدرو، انا مقيم في سان بيدرو من 2018. الحمد لله الاجواء زوينه، كنتمنى ان شاء الله نديروا شي ماتش كبير ونربحوه ونفرحوا الدراري. كاين اللي تبارك الله جا على رجليه، كاين اللي جا على البيكالا، كاين اللي جا على السياره ديالو من المغرب. وكنشكر جميع الجماهير اللي جات عندنا، وان شاء الله يكون ماتش كبير وغنربحوا ان شاء الله 3-0. السلام عليكم. شنو نقول لكم اليوم؟ كاين الحراره بزاف، كاينه واحد الرطوبه اللي بزاف، قدر المغرب تادابط مع هاد الحراره ونقدروا نربحوا المنتخب التنزاني بشي 3-0 ولا 4 كاع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.